في البداية طبعا كنت أتمنى إن احنا نكسب. أعتقد بدأنا المباراة بشكل كويس، كان عندنا استحواذ كويس وصلنا كذا مرة للجون، كنا ممكن نأكد بالجون التاني بعد المباراة. ماشي. اتكلمنا طبعا مع اللعيبه ان بدايه المباراه مهم جدا ان انت تحسم المباراه، خصوصا الشوط الاولاني اشتغلنا على كده. كان عندنا طبعا جبنا الهدف الاول وكان عندنا فرصه ان احنا نسجل الهدف الثاني، لكن الشوط الثاني برضو نفس القصه، كنت عاوز احاول ان انا افكر في الجون الثاني، فعشان كده غيرت برضو بيرس مكان حسين عشان يديني استمراريه في الاداء، وعشان برضو بيرس كان لاعب ماتشين في جنوب افريقيا، كان لسه راجع من اليابان، كان مجهد طبعا، وتوقيت المباراه بالنسبه لنا طبعا مش احسن حاجه، اللعيبه الدوليين رجوعهم بينا في توقيت قليل يعني، مع طبعا اصابه ديانج واصابه ايمن اشرف، وطبعا الجهد البدني الكبير اللي عملوه السولية وحمدي. حمدي يمكن كان ما شاركش في ماتش كوريا، لكن كان عنده جهد بدني يعني، فكنت ترتيب المباراه اللي انا عاوز اخلص المباراه بدري عشان اقدر اريح اللعيبه ديت يعني، لكن الحمد لله في الاول والاخر طبعا احنا رجعنا للمباراه تاني، وكان عندي ثقه في اللعيبه كبيره ان احنا نكسب المباراه، وبشكرهم طبعا على الجهد دوت والتصميم اللي هم يرجعوا المباراه تاني، فالحمد لله. لا، ما فيش حد في النادي الاهلي بيلعب وهو عنده شك يعني، عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه اللي لعبت، شناوي حارس كبير ولعيب عنده خبرات كبيره، لعيب قائد للفرقه، فشناوي كان سالم 100%. التباين اللي انت بتتكلم عليه زي ما انا وانا اتكلمت في البدايه، قلت ان كان مهم جدا استغل الحاله الفنيه اللي عندنا، استغل نادي الزمالك والغيابات اللي كانت عندنا الزمالك، واقدر ان انا اخلص المباراه خصوصا الشوط الاولاني، وهو ده اللي سعيته وده اللي كلمت اللعيبه وده اللي حاولت اعمله يعني، عملت اقصى ما عندي طبعا، لكن في الاول والاخر انت برضه بتلعب منافس عنده شخصيه، طبيعي لو يرجع في مباراه وهو رجع فعلا في المباراه، لكن الحمد لله احنا قدرنا برضه نرجع تاني ونسجل هدف تاني، كنت اتمنى طبعا اسجل الهدف الثالث عشان ثقه جمهور النادي الاهلي طبعا الدول الواحد، لكن في الاول والاخر برضه الحمد لله عندنا مباراه تانية، ومهم برضو ان انت بتلعب مسابقه دوري عام يعني، منافس يعني نادي الزمالك طبعا النهارده لما تاخد منه 4 نقاط، كنا طبعا نامل ناخد 6 نقاط، لكن برضو خلينا نبص للجانب الايجابي وان شاء الله نقدر نبني عليه ان شاء الله اللي جاي. هل انت وجهه نظر حضرتك مثلا ان تلاحم المواسم اللي عليه لعيبه الاهلي واستهلاكها ما بين المسابقات المختلفه افريقيا ومحليا بجانب ان هم لعيبه منتخبات، هو ده ممكن يكون اللي خلى اللعيبه النهارده يظهر عليها الاجهاد في الملعب بالشكل ده؟ طبعا دي حاجه واقع يعني، احنا عايشين وكل الناس عارفين الامور دي كويس جدا يعني، احنا بقى لنا فترات كبيره جدا ما فيش فترات راحه بين المواسم يعني، اللعيب دلوقتي حتى معدلات المباريات بقت اكتر، بقى في دوري وكاس بطوله، شاركنا في بطوله العرب، شاركنا في بطوله افريقيا، شاركنا في تصفيات كاس العالم، وانت عارف دايما قوام النادي الاهلي طبعا، قوام المنتخب دايما من النادي الاهلي، لكن ده قدر انت لازم تسعى عنه، وده هدف من اهداف النادي الاهلي دايما اللي هو داعم لكل المنتخبات، وده اللي بنسعى عليه، لكن اتمنى طبعا زي ما انت قلت طبعا ان الناس تستوعب كده ان اللعيبه دول بشر مش الات، مهم جدا لما يريحوا، مهم جدا ان هم ياخدوا فترات راحه بين المواسم، النهارده بتشوف كل العالم رغم الظروف اللي فاتت في كورونا وضغط المواسم السنه اللي فاتت، لكن دلوقتي رجعوا حاولوا ان هو ينظموا الامور تاني، وبدات الدوريات في العالم ترجع زي طبيعتها يعني، فاتمنى ان شاء الله ان احنا ان شاء الله نتدارك الاخطاء دي ان شاء الله.
اتفضل اخر سؤال يا استاذ، اخر سؤال اتفضل. كابتن سامح، احنا شفنا فيات الشوط الثاني تراجع بدني كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، وكان عندك فرصه خمس تغييرات كان ممكن تضرب منهم بشكل بدري شويه، تغير بتاع الطاهر او تغيير صلاح حسين، شفنا كانوا متاخرين شويه في المباراه، ولما نزلوا عملوا نشاط اكتر من الاول. لا تغيير واحد يعني الشوط ما كانش كافي لحاله الاجهاد. يعني عاوز اعمل كام تغيير؟ بعد بدايه الشوط الثاني شويه الكابتن ظهر حاجات شديده على العيال. ماشي، عملت 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 بين الشوطين تغييره، عشان بيرس قلت كان جاي من مسافه بعيده جدا اليابان، وكان عامل ماتشين ولعب ماتشين، فبدات طبعا بيرس ان انا مش هقدر اعمل ثلاث تغييرات في بين الشوطين، عشان الجهد البدني مهم جدا ان انت تحافظ على شكل الفرقه، طريقه اللعب اللي احنا بنلعب عليها. لكن مع مجريات المباراه قدرت ان انا اغير في التوقيتات انا شايفها اللي هي مناسبه، لان كنت انا دايما كنت عاوز اكسب يعني، فكان مهم جدا ان انا احافظ على الشكل دوت. وتوقيتات التغييرات شايف من وجهه نظري طبعا يعني شايفها لا مناسبه. شكرا شكرا. النهارده طبعا علي طبعا اصابه طبعا عنده شد، وحمدي نفس القصه، وديانج عنده في ركبته كان عنده مشكله في الغضروف وهو حقن بلازما يعني، وايمن اشرف برضه حس بركبته. اتمنى ان شاء الله خلال الفتره القريبه البسيطه دي ان شاء الله الفرقه ترجع ان شاء الله. اولا عاوز اقول حاجه اخيره بس، اللي انا طبعا بعتذر جمهور النادي الاهلي، كنت اتمنى ان انا اعمل احسن من كده، كنت اتمنى ان انا اكسب، كنت اتمنى ان انا اساعدكم يعني، لكن في الاول والاخر انا عملت اللي عليا واللعيبه عملت اللي عليا، بشكر اللي عليهم بشكرهم طبعا، وان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله تكون احسن ان شاء الله.